انا اعرف ان زيارتكم اليوم هي غير رسميه، ولكن يعني ماذا اهم الامور اتفقتوا عليها؟ هاي زياره عمل الى محافظه النجف لمتابعه الخدمات وتطوير المدينه، واخذنا قرارات مهمه لخدمه ناسنا وشعبنا في النجف وفي كل العراق. ما يهمنا هي الوحده العراقيه وجمع شمل الجميع من اجل العراق يليق بنا ويليق بكرامه كل العراقيين. قولك حيدر خبر الجيد مو؟ حيدر